بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيثمثا سلام ربي في اللون. أيها الإخوة الكرام، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا صالح الأعمال لقضاء ربي إن شاء الله يكفى الطاعة في النغ أقضى قوقور أجر رمضان أغفق ربي إن شاء الله بشث نكمل ذي الطاعة ينس نستثمر أيامه صياماً ونستثمر لياليه قياماً. ذو السن عزيز نطاس ذو السن غلاين ذين قريحاً أطاس أميث الزفسة أطاس قموثنا فلسني عفو ربي إلى قنفرصة ونتقر رمضان ونتسيارس دعوة الخير ربي سبحانه ذي آية الصيام الآية 185 عند دين ربي سبحانه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن بعد مدينة فمن شهد منكم الشهر فليصومه مثل كفى الآية أدنى في الآية 186 تقوم السلام الآية 185 اللي بعدها مباشرة الآية 186 ربي ناد وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هذا العنوان إن شاء الله في الدعاء الآية ديوسان وهي الآية 186 من سورة البقرة تسد مباشرة بعد آيات الصيام لأن ثلاثة 183 كتب عليكم الصيام كما كتب عليهم من قبلكم الآية 184 الآية 185 مباشرة الآية 186 في الدعاء أنفر ستونس رمضان باش نخذ ميوث العبادة وهي ميسرة أيسر العبادات ذي العبادة في السوسن ذي العبادة خفيفا الدعاء لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ينادى الدعاء مخ العبادة وفي رواية الحديث الحديث هو يضي ينادى الدعاء هو العبادة لانسين الأحاديث يوني ينادى الدعاء مخ العبادة في الحديث وأيضا النات الدعاء هو العبادة سبحان الله وهو من الذكر ربنا دي القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا المؤمنين يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ما نجمع بين الأمرين الدعاء والذكر والدعاء ذكر أنف باللي ربي سبحانه يفسس فلانا يستفسس فلانا يسهل هذه الأمور يفكر العبادات المعروفة تظليث رمضان عاشور إلى آخره ولكن يرنيغ العبادة النظام تسهل مليح ونكون نربح ذيكس أم يتسهل وتحوج على الوضوء أتدعو ربي إما بالوضوء أو بالوضوء أتذكر ربي إما بالوضوء أو بالوضوء أتذكر ربي وأنذكر ربي على أي هيئة على أي حال يعني استحضر هيئة معينة ركوعنا سجودنا خاطي أكن تليض أكن يسال القرآن الكريم الذي سورة آل عمران الذين يذكرون الله قياما سيفدي وقعودا سيغيمي وعلى جنوبهم في الجنب في ذيس في ذيس الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ثم يثمثن نحواج الدعاء نحواج الذكر والدعاء ذكر الدعاء نحواجيث أولا لقبول العبادات
والطاعات يوك الطاعات نخدم أن ستر ذي ربي باش غيقبل من الظلم أن ذكر ربي أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله شو المعنى إيس نكون ذي ظليث نفوكس ظليث أن استغفر ربي وقي جبر لنقص وقع أو قد يقع يعني أن تخص ظليث أتنجبر سل استغفار إذن أول نذكر ربي نسعى لجر ثانيا أن جبر ظليث نغ أن تخص يوك الطاعات أما ذي الحيجة سنذي قبل ربي نسأل الله القبول أما ذي العشور مرض الزكير في سورة المعارج الآية 24-25 والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم يزمر الحال وتخدم ضر الزكاة كنيوثا وتخدم ضر حسابك سواسوا لا تدري أما ذي الكوميرس تخدم لا مارشونديزينك السلعينك لا تدري ممكن هذه خاص ممكن إلى وين ديك الشمن ماشي ذي الحلال الزكاة طهارة فيها معنى النماء هذه النار نرزقيش تسعى معنى طهارة تزدي باش رزقيش هذه يزدي والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم زيد السفر ذي ربي سبحانه ادعوا الله أن يتقبل وادعوا الله أن يبرئ ذمتك وادعوا الله أن يبارك في رزقك إلى آخره ثم الحج أيضا تحواج الله غادي قبل ربي خطر تخدم الحجيك لا تدري هل ترى التزمت بالأركان والواجبات والمستحبات والمندوبات لا تدري ممكن يخرج منك يصدر منك نقص معين اسأل الله القبول ربنا تقبل دائما ندعو الله أن يتقبل صافي الدعاء نحواجيث لقبول الطاعات الدعاء نحواجيث للمحافظة على النعم نعم يغدفك يا ربي ثورا نسادك والجامع في ظهرنا النغ على بالكم يا خوتي لو كان نصوم ليل ونهار ونصلي ليل ونهار ما نقدروش نعطيو حق الرجلين برك اللي جابونا لهنا الرجلين وهذه تسمى النعم المألوفة وعادة النعم المألوفة بعض الناس أو كثير من الناس من الغافلين خطر النعم صنفان كاين النعم المألوفة كاين النعم الجديدة لو كان واحد يدير مشروع استثماري أول مرة يقول لك راك ربحت 500 مليون الحمد لله نعمة خطر أول مرة يجيك 500 مليون ولكن اليدين والرجلين والعقل والبصر كل هذا الخير اللي عندنا هذه نعم مألوفة علاش ربي قال وقليل من عبادي الشكور معناها الواحد يجتهد لكي يكون من الشاكرين إذا رنقي غدي يبين أن أحمد ربه نشكر أنوك زران أنوك حصان شو سواني ضرن وين الحمد الكرسي المتحرك باش زرو لونت هو اللي يعرف قيمة الرجلين خاطر يزرى من كل عادي نورمال الحكان راه نعمة كبيرة نعمة اليدين نعمة البصر البصر نعمة الوذنين هذا الرادار اللي يعمل 24 على 24 ساعة أمزو يميز بين الأصوات يسمع يتعلم إلى آخره العقل المفكر القلب النابض هذا الجهاز نتاع التنفس الماكلة هاو كلينا كنا صايمين الذن المغرب كلينا سبحان الله كل من جينا كنت فكر نقول يا ربي سبحان الله لو كان النبي عليه الصلاة والسلام قال اللي بغى ياكل لازم يقرأ سورة البقرة كومبلي وكي تشبع لازم تقرأ سورة آل عمران سورة البقرة عندها 286 آية وسورة آل عمران عندها 200 آية
أشكون اللي يقراها منا؟ أكيني بش أمان الصبم أكنفعن أكسنفاذ إلى قد غرز سورة البقرة ومثرويض قد غرز سورة العمران. ولكن لحسن حظنا رحمة بنا النبي صلى الله عليه وسلم سمي الله بسم الله وكي تشبع يد الحمد لله والو سهلة مهلة باش ما ننساو. وثاني كي تقول بسم الله فيها حكمة، بسم الله الذي رزق، بسم الله الذي سخر الفلاح اللي زرع الفلاح ربي في يسيف كان الجهد باش هذه الزرع وهذه شرز هكا. بسم الله الذي سخر السماء لتمطر فالسماء أمطرت وفي السماء رزقكم وما توعدون سورة الذاريات الآية 22. أم بعد بسم الله الذي سخر الأرض فأنبتت، كاش نهار شفتوا فلاح زرع وبعدين قالها يلا نبتي فلاح خطيه يتخذ الأسباب ولا شاف فلاح يدي السمغين النعمة الفلاح زرعتي كرزيت يرجى ربي نمسفهم. أم بعد ربي ديفكان لامري الهوى إيوامان إلقاع السمغيد، أم بعد ربي ديسخرنا فلاح هذي يغال هذي طفى مير باش هذي مير حصاد، أم بعد يدرسها أتي سروث هذي سروث النعماني في مزين غير ذن، أم بعد أتي زيزدي الفلاح عندك أتي زيزدي روح باش داوض لقمة الخبز. إذن لقمة الخبز ما وصلتش لعندنا إلا بعد رحلة طويلة، ربي سبحانه هو اللي رزقنا هذا. أقل حاجة نقولها بسم الله. إذن باش نستوعب ما معنى بسم الله وكي نشبعوا نقولوا الحمد لله زوج كلمات لكي نكون من الشاكرين. علاش في الصلاة أول آية في سورة الفاتحة لنقرأها في كل ركعة الحمد لله رب العالمين باش اللسان نتاعنا يتدرب ما يغفلش. ربي قال في سورة الأعراف الآية 205 ولا تكن من الغافلين وتسيليرا سوكا ذي غفلان ما إلا نولف أدنقار الحمد لله الحمد لله على كل النعم التي نعلمها أو نجهلها. والنعم صنفان، نعم جديدة ونعم مألوفة، كاين تقسيم آخر نعم نفع ونعم دفع. واش معناتها نعم نفع؟ هي النعم اللي يشوفوها باينة، تشرب هذا الماء نعمة، وجعلنا من الماء كل شيء حي سورة الأنبياء الآية رقم 30 هذه شفيتوا عليها. وكاين نعم أخرى هي المصائب اللي جاية لنا ربي بعدها دفعها علينا، كاين مصائب باش تجي لعندنا ربي بعدها علينا حنا ما شفناهاش ولكن تستحق الشكر. لذلك نقول الحمد لله على كل نعمة نعلمها أو نجهلها وتعلمها ربي سبحانه لا تخفى عليه خافية. لذلك كي نوالفوا نقول الحمد لله كي ندخلوا الجنة إن شاء الله ربي يجعلنا من أهلها في سورة الزمر ربي قال وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. علاش المؤمنين يدخلوا الجنة جماعات جماعات؟ علاه؟ كأن الله يقولنا كيما راكم تتعاونوا على الطاعة في الدنيا جماعات جماعات درك كيما رانا حنايا لو كان ماشي الغاشي بزاف ما نقدروش نصليو التراويح فور خاطر نعيا ويوجعك ظهرك تعيا تفشل تحب ترقد. كي تشوف خوتك يكون عندك قوة من ولا أثمثن النار الجوامع تشور الله يبارك أنسعوا إفادا ويتسكي ونفوذ أنجهد
باش نعبد ربي. كيما راكم تتعاونوا في الدنيا على الطاعة تدخلوا الجنة جماعات جماعات. هذه في أواخر سورة الزمر بدءا من الآية 73. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وهو الحال يعني وجدوا أبوابها مفتوحة وهو الحال وفتحت أبوابها في ورش وفتحت أبوابها وقال لهم خزانتها سلام عليكم طبتم مرحبا يسوان أسلم أنوان. الملائكة الجنة هكذا يقولوا ماشي كما الاخرين هذو كل الكفار وبعيد الشر ذكرهم ربي في القرآن في الآية اللي قبلها. نرجع شوية برك. وسيق الذين كفروا بعيد الشر وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. فقست قبيل قال سوزمة سوزمة عتاب شديد اللهجة. ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. قالوا بلى ما كاش اللي ينكر ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين والعياذ بالله. من بعد ربي اختمها بأهل الجنة وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى في الصيغة القرآنية اللي هي ربي قال وسيق الذين كفروا إلى جهنم تكر على طول ولكن في الجنة قال وسيق الذين اتقوا ربهم هنا ذكرت كلمة رب هكذا هذه الإضافة إضافة تشريف. من بعد حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين مرحبا يسوان لا أسلم أنوان ثلاث بضم سخم القرار ولاش دين الدنيا تبقى على خير أقل كنيدة تشم الجنة يرنا خالدين لا في إترنال حياة أبدية. واش يقولوا أهل الجنة الكلمة اللي كانوا يقولوها في الدنيا يقولوها هنا في الدنيا قال الحمد لله سورة دينين الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. باش نعرفوا قيمة هذا الحمد هذا الشكر. وهنا ربي واش قال وسيجزي الله الشاكرين. ربي يعطينا النعم كي نشكروه أولا النعمة تدوم ثانيا النعمة تزيد أتيحرز ربي يرنا أتنرني الدليل ولئن شكرتم لأزيدنكم. إذن الدعاء يفيدنا الدعاء هو العبادة مرة أخرى في الطاعات في الأزمات في دفع المشكلات في تخفيف الهموم الدعاء الدعاء. وربي ناد وقال ربكم ادعوني أستجب لكم تداووا الحديث تداووا بالدواء والدعاء والصدقة دعوة الخير. لذلك الحمد لله النبي صلى الله عليه وسلم اسلم ذاغ الأدعية غنفعن ذي كل الأحوال. أدن فكان أمذية يعني نماذج مدكريون صباح ذا شرديني أديني الحمد لله الذي رد علي روحي خطر غليف كل واحد منا عنده روح واحدة ما كانش الملوزين اللي تصنع الأرواح ما كانش الحوانة اللي يبيعوا الأرواح. لذلك ملاحظة لنا جميعا باش نحافظوا على أرواح العباد
خاصة في السير وحوادث المرور لا نحصيها عددا. ولاش تحانوت تزنزون الأرواح، ولاش اللوزين دي صنعن الأرواح، كل يوم سعيوثنا الروح. مادام كل يوم سعيوثنا الروح إلا قنحرز الأرواح وثافرة دفكر يكون كني أكن من الله إلا قنم يحذر أين يقدرون دقفردان ذا خصار أكن يصر بي صراغ ذي الدونيث ولا ذي الأخارث. الروح عزيز تغليث ويغتدي ملنة الحديث. الحمد لله الذي رد علي روحي، أخطر مثل صدنا من تصنكني أديني باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه. إن أمسكت نفسي فاغفر لها، كان اللي مات مرقاد لرقاد يروح مرقاد الموت. وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. الروح عزيزة عند ربي غالية. ذي الآية نظن في وإن كان في أمر آخر، إن من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ما كانش اللي يعطى قيمة للروح كما الدين نتاعنا، ولا شو كيف كان زال كيف كان القيمة هي الروح أمثل مسلم في النغ. النبي عليه الصلاة والسلام إن أدمي ذكر الحمد لله سؤال الروح كديني من الأدب حمد ربي. لو كان واحد يروح له بورتابل برك راح له بورتابل يجيبوا لك واحد تقول له بارك الله فيك أعطيك الصحة أكي بارك يا ربي ولا غير ندعي لك اليوم يا ودي بورتابل غالي أعطيه الصحة وأعطيك الصحة. وهذا الروح طبعا إرجاع الأمانات إلى أهلها وحفظ الحقوق جميل، ولكن الأمانة الكبيرة الروح، وكل واحد عنده روح واحدة. الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي، خطر ممكن واحد الروح نتاعه ما راحتش ما يقدرش ينوض. وصرت لنا وكان لي صرات له منكم يروح ينوض يقول لك ما نقدرش ليرني ديسكال دعوك حبست كلش حبس. هاو العافية مليحة يا جميل كي تنوض نورمال تروح تتوضا وتصلي ما شاء الله الحمد لله نعمة كبيرة نعمة الصحة. اي غير قبيل قرني اكون يفكر ربي تزمرت تزموث. الصحة عزيزة غالية، الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. ذي التاج سفلي قراي بقى ذي سان تزمرث إثي توالين ذو بقى ذو مضروح تزمرث. ولا تظهر قيمة النعمة إلا عند فقدانها. وعافاني في جسدي كمل وأذن لي بذكره. هذا دعاء لا يقوله إلا نبي. شوف ملخص من جوامع الكلم، الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. يعلمنا الأدب مع الله. لو كان ماشي سلاذنا ربي ونزمير لاثن ذكار أنغفل نعم مثل سبخامي مازال أتفرض بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجل أو يجل علي. إذا كان راك مسافر ركب دابة ولا سيارة ولا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. أدعية أدعية. إذا كان شفت المطر الله يقول اللهم صيبا طيبا اللهم صيبا نافعا. وإذا كان الرياح أظو اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. اقرأ سورة الروم ذكرت الريح في موضع الضرر وذكرت الرياح في موضع النفع. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كميث ولا ماضو يتوبوك نواضو إن شاء الله فاضو ينفعا ماشي ذوني ضرا مذ الهوى تسيني نفعا ماشي تسيني ضرا.
وفي نفس الوقت نصنع مشهدا جميلا نتناغم فيه مع أحداث الكون. وليس ذلك إلا للمسلم الشارم أتواضي نسلم ينسجم أشوك ظروك الدنيث ولا ضيون يضالين غيو الطوموبيل. واش تقول؟ تقولوا إيهو ديجا العام اللي فات دار لي فوي زاد درك ديجا دار لا دال. لا لا لو كان دير هكذا هو يدير البنو فوق لا دال وكرموس اخي كان لي دال فوق لا دال كاين البنو مي سي داغر خمض البنو كي قال البنو يتسرثيت خاطر كاين الغاشي بزاف ما يعرفوش الله يبارك هذوك اللي يقولوا ايهوه ابا ندير له البنو زائد لي ميسيل اكرموس. ولكن حنا لا في الشرع يقول بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم بارك فيه ولا تضره. إذا كان هذا ما تعرفوش ينسى الله يبارك. الله يبارك خلي الأرزاق نتاع ربي هو الرزاق. إذا تشوف واحد مريض طهور إن شاء الله ما تقولوش وانا عارف عشرة من الناس ماتوا بالمرض هذا سوا سوا. أي غير أخويا يزرع فيه الأمل يستهور إن شاء الله نوليو كاع طبا ونزيدو نحكمو سلا عقلك أنا كيما الناس اللي في ربي يشفى إن شاء الله الزرع الأمل. إذا هكذا الدعاء يرافقنا والذكر يرافقنا في كل شيء. ولكن في الخاتمة الدعاء والذكر لازم له قواعد. القاعدة الأولى حضور النية. إذا قتل النية ربي ناد في سورة الأنعام الآية 162 قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كل شيء يا ربي سبحانه النية الإخلاص والخلاص في الإخلاص. الشرط والسين اليقين ندعو الله ونحن موقنون بالإجابة ولاش ليك الشك ربي وعد وعده حق. من بعد ربي يقبل من مكفغا ماشي من مين فغا لقيتك ولا تصرحوا اسيني دعيت ربي دعيت ربي وبعدين ما كاش. لا لا ما تقولش مثل دعيت ربي قبلك يا اما يستجيب فورا. وقد حصل لكثير من الناس الى وين يقبل ربي ثمثم يا اما يؤجل الاستجابه الى وقت لاحق. ربتي وجل من المكفغا بالك سمانه بالك يقول بالك سقاس يا اما يرجئها الى يوم الدين تلقاها في الاخره رصيد ينتظرك. اي غدينا ربي في اخر ما انزل سوره البقره الايه 281 واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اقذث حزفث يوسنقارو ذياتو غالم ربي اين الزرع ذي الدونيس اتغلثم ذي لخرث. اذن اليقين رقم ثلاثه ترصد الاحوال الشريفه والاوقات الفاضله. ليش انت الاوقات قلهان مثلا عند السجود أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد أكيد ينفي صلى الله عليه وسلم قرب ربي سبحانه يند فأمرنا بالاجتهاد في الدعاء. ادعو ادعو كنت صنود قبيلي استعرف ادعو ذينا يجوز في السجود عادي سير حاسة كنت تبغي دور تسقوال خطرة كنت صنود ديني يا حاجة النظام عقب الصلوات كي تكمل الصلاة يا اخي نقول استغفر الله استغفر الله ثلاثة وبعدين عندنا دعاء بعد التسبيح والى اخره ارفع الدعاء. والنبي عليه الصلاه والسلام ان ياسي معاذ بن جبل يا معاذ والله اني لاحبك ان ياس معاذ حملك لا تنسى والسيارة دبر كل صلاه من فوق التظلي فدينيض اللهم اعني على ذكرك ربي عوني بشك ذكره وشكرك بشك شكره وحسن عبادتك. إذا الأوقات نظن أثناء الصيام خلاص صايمين إن شاء الله
في النهار رمضان عند الإفطار مرة نفطر بين الأذان والإقامة أكم ثورة سمعنا الأذان بين الأذان والإقامة كذلك في صلاة التراويح وإلى آخره أوقع عند نزول المطر عند السفر عند المرض أوقات شريفة في قدك هدايا عطاءات ربانية أعطاها لبني البشر من علمنا إياها نبينا صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله رحمة للعالمين في سورة الأنبياء الآية 107 وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين هو الذي يقول في الحديث خرجه الإمام الحاكم في مستدركه إنما أنا رحمة مهداة وفي الحديث الذي خرجه الإمام مسلم أنا محمد إلى أن يقول ونبي التوبة ونبي الرحمة إذن في قدرك ذو الرحمات في شهر الطاعات والقربات والباقيات الصالحات نحسن هذه العبادة السهلة عبادة ميسورة العبادة إفسوسا خفيفا ذو الدعاء أو ذو الذكر أخيرا أفضل الذكر وأفضل الدعاء هو ما تواطأ عليه القلب واللسان وبه نختم بمعنى مرث ذعوض مرث ذكر ربي سيلسيه يحضر وليه ذواقيذ البرمي شوى خطر كين دوزيام شوى كين مثلا واحد يذكر بي بلسانه سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر اللسان القلب غافل عنده أجر خطأ يذكر باللسان القلب أوليس يغفل أن واحد يذكر بقلبه لسانه ولو كيف كيف يلهام يخوص ولكن أحسن الذكر وأحسن الدعاء ما تواطأ عليه القلب واللسان اللسان يترجم ما في القلب من خير ومن أعمال صالحات نسأل الله أن يتقبل منا صالح الأعمال نسأل الله الستر وحسن الخاتمة أذي قبل ربي تظل في النار إي موظنتني شفو ربي وقذي موثن في لسني عفو ربي إي مولانا سنديزنا ربي صبر إي غريفنتني حرز ربي إن شاء الله أذي ندي ربي بخير وعلى خير ثم ولتنا إن شاء الله أكون واكن مثل لام أكون يفكى ربي السر ذلي سر وأكون يفكى ربي ثلاثا سر إن شاء الله ينتفغى ميقضى أي ينتقاض ميقضى جغى ثلويث أرثم لليث سلام ربي في اللون